كرسي الحكم ومن سيجلس على كرسي الحكم ورئيس مصر القادم من يكون. حلقات هامة جدا عن الرئاسة المصرية سأكون معكم فيها هالة سرحان والدكتور محمد الجوادي، سنكون معكم يوميا بإذن الله، وسينضم إلينا شخصية مفاجأة خلال 48 ساعة إن شاء الله، وإحنا ثلاثة هنكون معكم يوميا في تحليل لكل خطوة من خطوات الرئيس القادم نحو كرسي الحكم. اتفضل يا دكتور، قول لهم ان انت بقى هتكون معانا ده لنا الشرف ان شاء الله زميلي. متابعة دؤوبة للأحداث وتحليل ليها مع من واقع التاريخ ومن واقع استشرافنا للمستقبل ان شاء الله. الحقيقه دكتور، من ساعه ما بدانا، اسمح لي يعني اطرح معاك حاجه، ان احنا من ساعه ما مع مشاهدينا، من ساعه ما قولوا لي رايكم على الرسائل وعلى الناس بوك دوت تي في، لان فعلا موضوع خطير هقول لكم عليه دلوقتي، يعني عصبنا شويه مش كده؟ ضايقنا قبل البرنامج. من ساعه ما بدانا ناس بوك واحنا قررنا ان احنا نكون لسان الثوره، لسان التغيير، لسان الشباب الحر الطاهر اللي بيضحي بدمه عشان خاطر البلد، كنا عارفين ان ده مش هيعجب ناس كتير، وناس كتير على فكره يا جماعه قطعونا مقاطعه تامه، وناس كتير اتهمونا، وناس كتير طردونا بحجه ان احنا بندافع عن الثورة وعن الثوار. هذا شرف لا ننكره، احنا بالعكس بندفع ضريبته عن رضا وقناعة بأهمية الثورة، الثورة على النظام القديم وعلى أذناب النظام. الاتهام الغريب بقى اللي جالنا وانا هقول لكم عليه انا وسعادة الدكتور، جالنا من حيث لا نحتسب، من بعض الناس والتيارات اللي احنا فتحنا لها البرنامج زي ما فتحناه للجميع. اتهمونا باننا حرضنا على قتل المشاركين في اعتصام المؤيدين للشيخ حازم ابو اسماعيل. اولا يعني تحريض على القتل، يعني احنا حرضنا يعني على قتل مصريين، تصدقوا ده؟ يعني تهمة بهذا الحجم. تاني حاجة على قتل المؤيدين للشيخ حازم ابو اسماعيل، ليه؟ اولا يعني ده شيء مرفوض تماما، انه تفضلوا بقى منين حضرتك عارف منين؟ من مش ده، ما تعلنوش عن الموقع اللي فوق ده هنا، هخبي لان ما يستاهلوش اننا نعلن عنه، لكن هو موقع روسي بتاع الروسيه. قال ايه؟ اتهام هاله سرحان بالتحريض على قتل معتصمي العباسيه. اتفضل يا دكتور، شوف والنبي يقول، وتقرا الخبر من جوه ما تلاقيش اي تحريض ولا يحزنون. طبعا اللي كتب هذا مش انسان مغرد، انسان يعني مغرد دي كلمه قليله عليه، لكن انسان ما عندوش ضمير ولا يتقي ربنا ابدا، لان عيب ان انت تتهم انسان بتحريض على قتل، اعوذ بالله. يعني انا مش عايزه استدعي الاتهامات الوضيعه اللي كانت ايام المأسوف عليه المخلوع اللي وجهوها لي، وجهوها لكتير من الشرفاء، وحاولوا يلوثونا وحاولوا ان هم يحاربونا بنظام الاشاعات الالكترونيه والجيوش الالكترونيه الوضيعه دي. يا دكتور بيقول لك ايه؟ طبعا انا عايز اقول ان الاتهام ده مش كاذب، انه عيب عيب ان الناس تستخدم مثل هذه الاسلحه في تلويث الشرفاء. احنا بقى طالبنا المعتصمين ومنهم مؤيدين الشيخ حازم ابو اسماعيل بالعوده الى ميدان التحرير حقنا لدمائهم وادراكا منا لخطوره الموقف امام وزاره الدفاع، ووجهنا لهم النداء عبر ضيوف البرنامج.